2020 سنة صعبة جدا طبعا، انت لسه قايل بكل ما فيها. حاجة اتعلمتها في 2020 او حاجة غيرت في مصطفى شوبير؟ هي زودت لي، مش يعني حاجه مش غيرت، هي حاجه كانت جوايا زي ما بقول لك انها مش مستاهله، الدنيا مش مستاهله خالص. عارفه انت تيجي بعد كل التكنولوجيا اللي احنا فيها دي وكل حاجه، تيجي في الاخر تلاقي حاجه قد كده الناس مش عارفه تتحكم فيها، وبتيجي عشان تموت ناس، وبتيجي عشان تعيي ناس، سبحان الله، يعني حاجه ربنا بعتها كده، ما تعرفيش طبعا الحكمه فين، بس حاجه قد كده يعني زي ما بقول لك ايه، اللي هو الدنيا مش مستاهله. تلاقي حد كان معاك النهارده، تلاقي هو طبعا كيك الاعمار بيد ربنا كلها، بس مرض غريب محدش فاهم له حاجه، جه غير المفهوم كله، مفهوم الطب حتى عامه. انا كنت قاعد مع الدكتور خالد قبل كده، وحشنا طبعا دكتور خالد، كنت قاعد معاه فبيقول لي هو جه الكورونا دي جت غيرت مفهوم الطب عامه. بيقول لي يعني الطبيعي ان لما بيجي لي برد بيجي لي بعد كده ان انا ما يجيليش يعني مناعه، باخد مناعه. فبيقول لي اللي بيجي له كورونا دلوقتي بيجي له كورونا تاني. ايوه فاهمه فاهمه، بيجي له كورونا بيجي لك كورونا تاني. فبيقول لي كل حاجه بقت مختلفه دلوقتي، ما بقيناش فاهمين احنا بنتعامل مع ايه. فان بيوصل لك برضو ان مهما كان الانسان وصل لايه، لا ربنا بيوريك ان انت في لحظه ولا حاجه، اللي هو واخد، انت ما تعرفش غير قد كده، في حاجات كتير قوي انت ما تعرفهاش. يعني لو جيتي حد قبل كورونا بشهر تقول له ده هيجي واحد حاجه قد كده من غير ما تقول له بقى فيروس او ايا كان، حاجه قد كده ما بتتشافش اصلا بالعين، هتعمل في العالم كل اللي بيحصل ده؟ ما اعتقدش ان احنا هنصدقه ونقول عليه مجنون. فاهمه؟ فدي علمتني طبعا ان انت ما تعرفش بكره في ايه، ودايما تبقى مستني تبقى جاهز لاي حاجه ممكن تحصل. انا اللي خلاني العب ماتش الترسانه ده الكورونا. يعني انا كان كابتن شناوي كان مصاب، وكابتن علي لطفي كان كورونا، فاللي خلاني العب كورونا. لو حد جه كان قال لي برضو نفس البوين دول، اللي هو دي حاجه قد كده هتخليك تلعب، اقول له ايه ده؟ انت تقول لي كلام حاجه ايوه احنا هنهزر. وتيجي بعدها ربنا سبحانه وتعالى يعني، ويا رب يعني في اقرب وقت يا رب البلد يترفع عننا. طبعا عننا.